السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فور شباب على الهواء. في كل يوم تجدد العهد والتميز بكم مشاهدينا الكرام. الله. في هذا البرنامج الرائع مع أخوكم فيصل غامدي والأستاذ الرائع يوسف. أبو سيف يوسف القاسم. يوسف اليوم وظيفنا الرائع الجميل، أنا متعمد اليوم لأنه كنش. يا جماعة الخير اللي قاعد يتابعوا عن طريق الواتساب، هاي حسام المتسابق، حسام الخياط من السعودية، من مكة المكرمة. الله. رقم كم؟ 11. رقم 11. معنا ضيف في هذه الحلقة. ايش للضيف يا ابو سيف؟ ها؟ ايش للضيف؟ ضيفنا اذا جاء شارك معنا طبعا يحصل على صوتين عند ما يتصل اي متصل. صح 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 صح. ايه روح. ايه لك على راسي. وين طلحة؟ بسم الله على راسي. ايه والله. طبعا بكرة راح يجيب لكم احد الضيوف اللي معنا في هذه الحلقة او في هذا المكان، طلحة التركي. بس يقوله على راسي، يقول بس قلت يا طلحة، طلحة يقولك على راسي. تحية. ايه والله. تحية من القلب الى القلب الى جميع المسلمين هنا في تركيا وفي كل مكان. اشتغلنا مرة ثانية، انا نفتك من الطاووس برا. مؤثرات عالية ما شاء الله عندكم. نعود على ثلاث مشاريع. نعود على الطاووس مرة ثانية. لا حول. يلا نذكر بطريقة المشاركة معنا في هذه الحلقة للربح. خطير ما شاء الله. بجائزة الحلقة او جائزة برنامج فور شباب على الهواء. هي ارسال كلمة. مأمنين عليه، خذ راحتك. تقرفك بعدين عليه. مع المتسابق ورجع. لا مأمنين عليه، خذ راحتك. خذ تفاهم معه. لا قريس بغيت تدق الرفرف. تفاهم معه هذا الفاهم. الله يسر. استسلم. ارسال كلمة احتاج مسافة على الهواء على الأرقام الموجودة أمامكم في الشاشة أو الاتصال على الرقم الذي سيظهر تباعا خلال 24 ساعة من إذا كان أرسلتم رسالة. لا تنسون تكونوا حول جوالاتكم. سمعت؟ إيه أنا حول جوالي. وين جوالك؟ جوالي في الغرفة مقفل عليه بعد. وفي غرفة هناك. أي غرفة؟ في الغرفة اللي هناك. طيب حول جوالك أنت ولا حول المتسابق؟ أنا حول المتسابق. طيب أسأل المتسابق. عندك المتسابق. مسابقة إيش؟ أسأل المتسابق. أسأل المتسابق. إيه؟ الضيف يعني. حبيبي. هلا والله. حسام. هلا والله. شلونك؟ والله. طيب. أسمر والله. إنني أريد أن أسألك سؤالا. تفضل. هل تسمح لي بالسؤال؟ الله خوفي والله صراحة. مقدمة قوية صراحة. خلني أقعد أنا معكم. يلا هالمرة. تبغى نسألك سؤال أنت بعد؟ إيه. يلا بدر خذ لك رقم. طيب السؤال الأول يقول من أول من أسلم من الرجال؟ لا لا لا. أوه. هذا قلت السؤال. ما حددت إيش نوع السؤال تبغى أسأله؟ لا الحلال هذا ما له علاقة بالمسابقة. سؤال ثقافي، سؤال شخصي. ما له علاقة بالهذا. لا يعني مثلاً إيش عطينا السؤال؟ يعني السؤال عن البروفايل حق المتسابق. إيه خلنا نأخذ البروفايل. حلو البروفايل ترى. نعم نعم. طيب البطاقة الشخصية حسام الخيار. عرفنا بنفسك أكثر عن كثب. عن إيش؟ عن كثب. كثب يعني شيء كثير. كثيب. كثيب يعني اذا واحد خثران واحد ثاني كثبان. فهمت؟ ذكرني دي عليك بس اخلص اللقاء وارجع دي عليك. يلا تفضل. طيب اخوكم حسام سليمان خياط من المملكه العربيه السعوديه من مكه المكرمه بالتحديد، احفظ القران كاملا ولله الحمد منا، وامام لاحد المساجد في مكه اللي هو مدرس مسجد الكرداوي. ما شاء الله. ومدرس تحفيظ في نفس المسجد الحمد لله. ما شاء الله. الان خليت المسجد في رمضان كذا يعني غير. طيب يا سلام. ايوه. و الاهتمامات الهوايات. لو كانت على المسابقه ما دخلتها يا ابو سيف. لو كانت على المسابقه او متصل ما دخلتها. الحين جابت حبكت معاك تجيبها الحين. شفت شلون الحظ؟ اقرا دق رد اقرا دق عوج اقرا دق حل انك ما جبتها. حسام تفضل. يقول صوتك جميل الحمد لله. نسمع منك مشاركة للمشاهدين لو توقف عشان الحبال يعني الصوتية كمان. عشان الحبال الصوتية مرتخية وهي قاعدة. شو مرتخية؟ شلون؟ كذا مرتخية. يا سلام مشدودة. يا سلام يا سلام. هذه تدخل وقت اللياقة على طول. طيب نبدأ بنشيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أستاذ فيصل. يلا الرسول صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قصيدة للشيخ عايض القرني. يا سلام. الله يحفظه. من أين أبدأ والحديث غرام؟ فالشعر يقصر
والكلام كلام الله يرشيك الله يرشيك. إيش هذا يا أخي؟ من أين أبدأ والحديث غرام؟ فالشعر يقصر والكلام كلام. من أين أبدأ في مديح محمد؟ لا الشعر ينصفه ولا الأقلام. هو صاحب الخلق الرفيع على المدى، هو قائد للمسلمين همام. هو سيد الأخلاق دون منافس، هو ملهم هو قائد مقدام. من أين أبدأ والحديث غرام؟ فالشعر يقصر والكلام كلام. من أين أبدأ في مديح محمد؟ لا الشعر ينصفه ولا الأقلام. اللهم صل على نبينا محمد. من أين أبدأ والحديث غرام؟ من أين أبدأ والحديث غرام؟ الله الله الشيخ اليوم روحانيات يا أبو سيف، اليوم روحانيات والله. ما أدري الظاهر. أرفع الكام خلينا نشوف شوية الجبهة. الله الله، شوف 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 الروحاني، شوف علامة الروحانية هنا. شوف شوف بدأت تخضر شوي، بتربع في ربيع. ربيع يعني ربيع، يبغى لي أجز الربيع هذا. استثمرها استثمرها على طول، استثمرها. معنا اتصال مخرجنا، جاهز الاتصالات؟ أيوة. إذا مشاهدينا خلوكم حول الجوالات، ما زلنا نتصل على من يرسل وما حد يرد. يا جماعة الخير، ما تبون تشاركون؟ 1000 ريال شاركوا. هل جي في 1000 ريال يا شيخ؟ 1000 ريال نشارك نحن، ما مشكلة. أعطوه صح، نسينا. أعطوه 1000 ريال. أعطوه صوت لأنه جاب مشاركة، فالمشاركة أعطيه صوت يستاهل صوت. كيفك في الألعاب اليوم يا أبو سيف؟ والله شفت اليوم، شفت اليوم اليوم يعني. اليوم يعني كثرنا من هاللعبة، خلينا نغير لعبة اليوم جديدة، خلينا نشوف يعني شلون هاي اللعبة الجديدة هذه. يقولون يلا بسم الله اجيب كرة ودخلها في لا 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 ما اتفقنا. هذه لا لا، هذه جميلة ترى، هذه تكسر ام الديكور حقنا، تكسر ام العابي. واذا كسرت العابي انا رحت فيها خلاص، ما عاد اقدر. ما عندك سوق، ما ترزق الله. شوفني واقف الشارع وقاعد ارسم الناس مع الطاقية هذه كأنك بيكاسو. يعني كيف اللعبة هذه؟ يعني كل كورة بنفس اللون؟ اصوب شوف سلة يلا. شوف الباسكت. اتحداك ها؟ اتحداك بسم الله. جبت العيد. اصبر الثاني البداية. ثلاث بسم الله يا رجال. الثالثة يلا الثالثة نشوف. عندك الميزانية شوية يبغالها يا ابو سيف. يا اخي لعبة جديدة ما اعطيتوني. لعبة جديدة لها 3 ايام موجودة هنا يا اخي. باخذ عليها كورس، خذيت كورس. اعطيناك كورس في البولينج مدري في البلياردو، واعطيناك كورس في السماية والرماية، واعطيناك يا اخي انا في ضيف دخل علينا قبل شيء قاعدين نتصايح، ذكروا انه ضيف يفرق بيننا. شفت لحول والله جد، الله يستسمع منا ولا شيء. لا حسام كمل كمل الحلقه، احنا بنروح نعتذر من الضيف. والله خلاص خذ راحتك، اعطيهم مشاركه للي فيه، اعطيهم مشاركات. شوف اصرف البوم كامل. روح لا تعال خلاص، سامحناكم كمل. روح مشاهدين عندك. يلا لحظه زبده ورطنا. كمل ما لنا علاقه. كمل روح حياكم الله مشاهدينا الكرام. قلت الحين من جد في برنامجكم، برنامج الترفيهي والترويحي، برنامج فور شباب على الهواء. وصراحه نحن في شهر مبارك، انصح نفسي اولا واياكم بان نستغل هذا الشهر تماما الاستغلال، حتى لا تضيع الدقائق كمان. يعني لا بد ان نستغل التراويح والتهجد اللي هي بعد العشرة واخر ان شاء الله، وهكذا يعني الدرجه العليا. الله جميل، رائع تقديمك الجميل يا حسام. شفت ما فكرت في مشروع جد ان تكون مقدم لمسابقات؟ كيف مشروع مقدم لمسابقات او مهرجانات او؟ والله انا مو مجالي تقديم مسابقات ولا شيء. اذا ايش مجالك غير؟ والله انا من صغري يعني احب الى الان يعني احب مجال القران ومجال الاناشيد الاسلاميه ومجال تعبير الرؤى.
تعبير الرؤى؟ نعم. يعني افهم انك تعبر الرؤى. لسه في هذه الفترة يعني لسه متابع او قارئ لتعبير. يعني انا مثلا اذا في برنامج تعبير رؤى برنامج تلفزيوني يشتغل ويضبط الشاهي بس معليش اتفرج على في بعض الناس يتاجرون بهذه الكلمة تعبير الرؤى. تعبير الرؤى فايش رايك او ايش تعليقك؟ لا وتعبير الرؤى طبعا من ايام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعبر الرؤى لاصحابه، وايضا تعرف يوسف عليه السلام كان يعبر للذين في السجن، افتنا في رؤيا يوسف ايها الصديق، افتنا في سبع بقرات سمان، وهكذا يعني. نعم. وتعبير الرؤى شيء جميل جميل يعني. جميل. كنا سمعنا قبل شوي مشاركة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام، نسمع عن مكه واهل مكه. بما انك متسابق من مكه خلينا نسمع اهداء لاهل مكه. استاهلوا والله. يلا استاهلوا اهل مكه المكرمه. طيب اهل مكه المكرمه ايش تفرق اللهجه في مكه عن جده عن المدينه؟ اللهجه الحجازيه. اللهجه الحجازيه اللي هي من طبعا الحجاز الطائف ومكه منطقه وجدة. مكه يعني مكة وجدة وأيضا المدينة المنورة وما حولها، هذا تسمى الحجاز عندنا. فايش تختلف مكة عن جدة؟ والله تقصد اللهجات يعني؟ إيه؟ والله في لهجات يمكن أنت ما تفهمها يمكن لو لا خلينا احنا نبغى نتعرف، احنا نبغى نتثقف، أعطينا ثقافة. مثلا قوم قوامن يا ولدي. قوم قوامن؟ قوم قوام هذه ما فيها مو هرجة تنوين يعني قوامن فتحتين فوق. قوم قوامن يا ولد. قوم قوامن تعال بسرعة. تعال بسرعة هذا بيش مكاوية. روح مع الزقاق هذاك اللي هو الطريق الضيق. أيوه أيوه. اندر حلو. اندر ما شاء الله عنده خبرة. اخرج اخرج مثلا الدقديق مثلا. الدقديق ايش الدقديق ذا؟ تحداك تعرف. الدقديق اللي هو الطبل. اذا جاوبت لك جائزة ان شاء الله. ايش الدقديق؟ نص ليرة. يا شباب الدقديق. الدقديق مثلا. الدقديق نص ليرة؟ لا 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 جاء اللي يجاوب يعني من الحضور. وشو؟ ما اعرف. في جدة يقولون ان الدقديق اللي هو الدقيق بس انه طبعا انا دقديق. عرفت اللفظ هذه من ام الغالية. جاوب اجيكم الله يحفظها. تحية لوالدة اخونا حسام الخيال. يمكن يشاهدنا على حقيقة يعني. توصل لها رسالة تفضل. والله أول شيء أحب أسلم عليها وأقول لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا تنسيني من الدعاء وفضلك علي كبير، والله عز وجل وصى ببر الوالدة. يعني كيف؟ أنت توصيها على برها؟ لا لا أنا واجب علي برها. يعني إيه؟ توصية دفنية. وصية قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن وصيتك لنفسك. أي وصية هذه لنفسي وجزاه الله خير يعني. الله يوفقك ويجعلك. أنا قاعد أستناك أنك قاعد تجهز مشاركة فسألتك كم سؤال. والله فكيت الجوال ومشيت الموضوع عسى يشغل الجوال. نسيت والله. عسى لعبنا بالبلياردو لعبنا عسى يقدم ولا اقول لك ولا اقول لك تعال نتحداك بالبلياردو خلينا نجربك. تحداني ترى خطير أنا. لأن الواتساب أنا خطير ترى. ها 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 جاب 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 معناه أبو سيف جاب معنى الدقديق خليه نشوف. يا أبو سيف في مكاوية هناك. جبت رحت مكة بالله سؤال حجزت اسطنبول مكة مدري جدة ورجعت. ايوه بس سؤال قبل الجواب قبل الجواب سألت مين؟ ما سألت أحد. ما سأل صراحة. من بنات أفكاره. نص ليرة صح؟ من بنات أفكاره. نص ليرة صح؟ أجاوب صح أول شيء. تستاهل خمس ليرات. لحظة حط في مساحة يدي اليسرى الآن. نعم. خمس ليرات. الليرات والله في الغرفة تعال معايا. ولا نشيل أربع أصوات. لا 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 تسال خمسة ليرات كمان عشرة ليرات. طيب زين الدقيق يعني طلعت بطانية. اي والله ما شاء الله ما شاء الله. يا اخي الشيخ جوجل ما يخلي شيء الدقيق بطانية. اي والله ما ادري شلون جوجل طلع مكاوي. الدقيق بطانية؟ والله الدقيق بطانية ما شاء الله كيف يعني اذا اتبطن يعني بطانة الدقدق 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 يعني سؤال يعني أيوة انت خشيت بالجوال صح ولا لا؟ ايش كتب ما معنى الدقديق؟ ايش السؤال؟ ايش صغر السؤال يعني؟ طيب وش انحرج. طيب بس خمس ليرات ولا 10 ليرات تستاهل. ايش تبغى بس انت قول خاف دخل استثمار وعطني ايش تبغى بس. المهم الحين لا يا تلعب يا تجيبها ولا نغطيك بالدقديق؟ اجيب الحمراء ولا الزرقاء ولا الحمراء هذه اللي هنا الصغيره ولا كبيره يعني؟ لا جد كيفك في البلياردو يا والله نص ونص يعني. وش اللي صغير البيك هذا؟ تعال ايش قصه البيك زحمه البيك؟ البيك شيء ثاني سر يعني ما شاء الله. اول ما بدا البيك بدا في مكه ولا في جده ولا فين؟ والله انا اول ما بدا طبعا انا ما كنت في الحياه الدنيا يمكن في الحياة الدنيا ما كنت موجود. يا سلام الصح في الحياة الدنيا لأنه في حرف جر يعني ما شاء الله كل من يطلع الغربية بالذات. أيوه. يروح على البيك والحين فتح البيك في القصيم الظاهر وزحمة غير طبيعية
حتى في مكة فتحوا فروع كثيرة، كل ما يفتح فرع الزحمة تزيد هناك ما شاء الله، سيارات ناس. أمانة في الشهر يلا وأنت آه. وأنت والله هذا ضيعها. أمانة في الشهر كم يعني ما شاء الله في البيك يعني. والله في الشهر كم مرة أكل من البيك يعني حراق العادي. أوه كمان في حراق صغير ولا كبير؟ يلا بمشي شافكين بمشي لك لي أسلاك ولا علاقة نهائيا في البلياردو. لا شافكين لي أسلاك ماخذ راحتي يعني بحط أي أمشي هيا تحدى ما بتدخل نهائيا وتقول لي الحراق ولا العادي؟ ايش بك حطيت الدك؟ ماشي ايش بك حطيت الدك؟ اوه ايش ما في شيء طلع ما في شيء والله ما في شيء طلع طلع متصلينها يا متصلينها الظاهر اليوم متصلين ما هو حول ال ايوه فين كنا في البيت كنا متصلين نايمين والكنترول يبغى له شويه دقدقه عشان يلا يا كنترول يلا يا كنترول حسام ايوه تفضل حسام اعطينا مشارك ابشر اعطينا مشارك انت قلت عن مكه وسكينا وفكينا وسكينا وفكينا يعني كن جاهز حافظها اعطينا شيء من حفظك من حفظي والله حافظ عن الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله بس ما تكون طويله تكون اقل اي هذه قصيره طبعا عشان انوه يعني يجوز مثلا اقول فيصل رضي الله عنه طيب جميل بس ما اخلي شعر عليك يعني كل ما اقول فيصل رضي الله عنه لا يلا يا حسام الله يرضى عنك امين طيب قصيده عن الامام الشافعي يقول فيها الدهر يوما اسمع الدهر يوما يوم لك يوم عليك يا ابو سيف طيب بدكم تدونا كذا مؤثرات بشريه طب هذا اي مقام عشان نجيب المقام لانه دقيقه خلينا نحط المقام مقام ايش مقام الرست والعجم جميل هذا لا يمكن نفس المقام هذا يعني لا مقام ابراهيم طيب شوف هو لا هو رست ولا هو عجم ولا هو له رست له يعني اقول لك هذا مو مقام الرست ولا مقام الحجاز مخرجنا يقول مقام الحجاز من المخرج الأستاذ المنقذ يقول حجاز؟ أيوه نعم عطنا أدينا الطبقة طلحة تعال 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 جا طلحة جا الحين بجي طلحة طلحة كان طلعة طلعوا لي طلحة طلعوا لي طلحة تعال تعال يا طلعة طلحة يلا كمل مشاركتي على برنامج تعال يا طلحة جيبوا لي طلحة بس طلحة تعال أقول له ما قال على راسي على بال ما أوه عليكم السلام ورحمة الله ناصر الحمد لله هذا طلحة التركي من تركيا والله ونعم طلحة خلينا نسمع بعد نرجع يلا روح طيب بسم الله الدهر يومان ذا أمن وذا خطر والعيش عيشان ذا صفو وذا كدر طلحة على راسي يا سلام طلحة على راسي طلحة راسي هلك يعطيك العافية شكرا يا طلحة تشكرا تمام طلحة على راسي دقيقة انت بتمدحني ولا بتخاصمني ولا يعني بقوة كده عربي ما يفهم فجعنا شويتين كده عربي يوك عربي لا مزبوط عجل مزبوط كيف تركيا الحين تحية لطلحة يستاهل سمعوني تحية طبعا هاي حسام طلحة يستاهل سو بالتركي ايوه والله خطير يلا معلش انا صرت يعني عندي لغه تركيه وان شاء الله باخذ التوفل التركي ان شاء الله ما في توفل تركي لا إيه؟ طيب الاتلس التركي سحبنا على اسمه اي الله ولدنا الدهر يومان يلا الدهر يومان خلي كمل يا عشان لا اشارك معاكم انت بس عندي لك تعال نشد كذا ايوه لا 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 انا ما بسكم عشان يصير التماس ويصير طيب نفس الحركات يلا خلي بعيد عنكم هي كذا انت خليك هناك يعني جاء عندي يعني العاقل لا لا تفضل يا حسام وقت عشان بكره بقول ما جاء حسام خليته الدهر ثلاث ايام ويوم يلا يا شيخ كمل يلا بسم الله الدهر يعني هي ما هي شايله حتى سوسك ها هي ما هي بس يلا ما دام حمس على كيفكم خلاص احنا بنقول الدهر يومان ذا امن و يا اخي نشد وجهك على الجدار يا ولد نشد وجهك على الجدار ارجع ريوس يلا يا حسام يلا حبيبي يلا الدهر يومان ذا أمن وذا خطر والعيش عيشان ذا صفو وذا كدر يا أخي أبعد يا أخي يا أخي إيش فيه هذا إيش فيك يا أخي ما أدخل فيه سهب خذ راحتكم عندك كاميرا وعندك مايك أنا عندي كاميرا خلوكم بعيدين بس
يرحمك الله. تحية. الدهر يومان ذا أمن وذا خطر، والعيش عيشان ذا صفو وذا كدر. أنا رايح أخذ هذه. خلوه يأخذ، يأخذ يا حسام. يا حسام وين الإبداع؟ يلا 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 أنا بقدر. وين الإبداع هذا الرجال؟ يلا 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 نشد نشد. هذا الرجال جنبي. يلا نشد أنا بقدر بقدر. يلا يلا حبيبي عندك الكاميرا هنا ومالك لا. يلا أبو سيف أنا قاعد تشغل الرجال. ما بشغل الرجال، ما بشغل الرجال. يلا يلا مالك أخذ. أنت ما شاء الله ماسكني. مالك بمسك عشان ما تشوف رجال. يلا أنت ماسك كذا. خلاص الوقت حسام. بسم الله. الدهر يومان ذا أمن وذا خطر، والعيش عيشان ذا صفو وذا كدر. الدهر يوم ما سويت شيء شاهدين، والله ما سويت شيء. أنا سويت شيء والله ما سويت. أقسم تصويت والله تصويت. شوف أنا ما سويت. أنا عاقل، أنا عاقل ما سويت شيء. نعطي فرصة أخيرة. أسمع ما قالها بش اسمه. نخصم منه، نخصم منه تصويت. أسمع تعرف تريم 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 كذا سويت لك قبل شويه. ما سويت تريم تريم بنك بنك باثر اللي من ولدي راجع من ريوس كذا عشان اخليك مع المشاهدين. طيب انت خليك مع يا اخي، خليني مع المشاهدين يا اخي. ها دقيقه هذا والله حسبت ابره وطعنت. يلا 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 جيبها في السر يصير 100. يلا 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 اليوم وشي عطني البيت الاول. يلا انت مؤثرات. عطني البيت الاول. الدهر يومان. ها الدهر يومان. ايوه فانت مؤثرات بشريه. الدهر يومان وانت القرار. خلاص عطني الدهر يومان ايش فيه بعدين. ذا قول ذا 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 بوك. ايوه ذا امن وذا كدر. ايوه الدهر يومان ذا امن وذا كدر. خطر 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 ولا كدر. خطر. يلا هو نشيدة عاكدة. ها ما تصلح لل نشيدة عاقدة بالغة. يلا ما تصلح نقعد خلاص. تعال اقعد هنا هنا هنا. اجلس اجلس يا ولد شاطر. يلا اجلس احنا بنخليك وباب نسوي اي شيء. ها معك عجيب والله. اجلس يلا اجلس اجلس. افتح عندك خليناك لحالك يا حسام. افتح عندك من يوم خليناك في البرنامج لحالك قاعد تقدم شفت اخبار ما تبقى قاعد. لا نصيحة مهمة. حسام الوقت شوية. نصيحة مهمة. حسام الوقت. طيب بسم الله. الكاميرا بالله هذه الكاميرا هذه اسحبوا عليهم دول. طيب بسم الله. الدهر يومان ذا أمن وذا خطر، والعيش عيشان ذا صفو وذا كدر. الدهر يومان ذا أمن وذا خطر، والعيش عيشان ذا صفو وذا كدر. أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قاعه الدرر. أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قاعه الدرر. وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر. وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر. وليس يكسف إلا الشمس والقمر. الله 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 هذا على راسك. وهذا سمعوني تحية. قول تحية. طيب ليش ما ضحكت يا ابن الحلال؟ اخيرا ليش؟ الحمد لله. دعوة تصويت يا حبيبي تصويت. قلنا له تصويت. طبعا يستاهل. خلينا نقول له هالمرة 5 اصوات. الله يجزاك خير. لان تاخرت الاتصالات زائد الاثنين اللي هو مكة مكرمة كمان. زود ام مكة تستاهل واهل مكة يستاهل. زود كمان. اعطيناك بدون يهزمون صراحة. ابو سيف هلا والله. طيب احنا سمعنا عن الدهر، خلينا نسمع عن العصر. عن العصر؟ ايه اعطونا كلوزوا عليه. كل وزع على فيصل عشان تشوفون رياكشنات. ما في عندي عصر الا اكيد. انا عندي وقت الظهر مغرب على طول. طيب ما عليه اي شيء اي وقت. عندي وقت الاصيل. ها عندي وقت الاصيل. ايش الاصيل هذا؟ ها ايش الاصيل؟ وقت الاصيل. طيب يلا هات. ما فهم اللي هو بين الظهر والمغرب الاصيل. هات بين راكب فيني والمغرب. ما فهم صراحه يعني هذا اسمه يسمى. يلا يا ابو سيف سمعنا موال. موال إيه؟ لا تقول لي بابا شوكليتة ومدري كيف وما خلاص هذه زهقنا من الشوكليتة. طيب كذا أنت خليني أراجع معلوماتي. راجع معلوماتك ترى شاطر. ترى الحساب مكتوبة. طيب خطوات مكتوبة. أيوة بسم الله. ها يا
يلا حبيبي يلا يلا يلا. طيب انت ما سمعنا منك شيء بدايه البداية. انت بعده خلاص. انا بعده مباشره. يلا بعده يلا خلاص. طيب ثبت. طيب ايش حاب تسمع؟ حاب اسمع شيء مقام الكرد كذا. نعم نعم. مقام الكرد. كرد مره واحده. كرد. اي سياره من هوندا طبعا بالطبقه السادسه. الطبقه السادسه. الكرد الشورى ولا الكرد البياتي؟ الله هذا شكله حاضر مع الشيخ البهلولي. حاضر مع الشيخ البهلولي. انت ما حضرت؟ اي لان انا عندي ثلاث. نعم. اجيب 15 اوكتاف. ايش؟ بجيب 15 اوكتاف. من وين؟ من هذا. بس الحين بزود رامات. نبغى صوت سوبرانو. انا بزود لي رامات عشان اجيب 20 اوكتاف. رامات ما مشكله. طيب سمعني. طيب. شغله اصلي بالارجه. بسم الله. ما شاء الله. روعة. الله الله على هذه المشاركة. تستاهل. ضحكة بمقام الكرد. سمينا ضحكة بمقام العجم. الطاوس هذا في مقام ايش؟ هذا مقام خماسي. يلا يلا بسيف. يلا بسيف. يلا بسيف. متسابقنا. خلينا نسال سؤال. طلع البدر علينا. انت ويا انت ويا. يلا روح. طلع روح. روح انا وانت. لا انت وانا. لا اول شيء انت بعدين انا. لا انت بعدين انا. يلا طلع يلا. طلع ال... طلع ال... يلا شكله ما حافظها. تعال يا استاذ فيصل. كملوا كملوا. قاعد استنى. واحد اثنين ثلاثة. طلع البدر عليك. هذا لا مؤثرات بشرية ولا بس مؤثرات جسدية. طلع يلا يلا انت كمل كمل. البدر علينا ما شاء الله. من ثنيات الوداع ما شاء الله. وجب الشكر علينا مدعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. الله 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 على صوتك. سمعوني تحية لنفسي. الله. شوف 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 يا أبو صح. طلبتم مني نشيد اعطيتكم فيديو كليب كامل. هذا فيديو كليب ونشيد علينا فيديو كليب عليه. طيب نبغى فيديو كليب بدون نشيد. يا سلام. حسام طبع. حسام ممكن نسمع مشاركة أخيرة؟ وقبل المشاركة بسألك سؤال. طبعا احنا ننوه للمشاهدين انه عندنا اليوم مشكلة تقنية يعني مع المتصلين او مع الرسائل، لكن نعدكم بإذن الله تعالى ان كل من ارسل معنا في هذه الحلقة او سواء في هذه الحلقة او في الحلقات السابقة سيدخل معنا السحب على الجائزة الختامية في الحلقة الأخيرة. يعني ما راح يروح دمكم هدر. أجلنا أجلنا مشاهدينا الكرام الألف ريال اللي حقت اليوم إلى بكرة. يعني بكرة كم؟ 2000 ريال. يعني راح نعوض مشاهدينا اللي اليوم ما دخلوا معنا في هذه الحلقة إلى بكرة. ألف اليوم وألف بكرة. يعني يا حظ المتسابق. يا حظ المتسابق اللي بكرة. إيكي إيكي خلاص أبغى إيكي إيكي. يعني إيش؟ إيكي تاوزن. إيكي تاوزن. يا لطيف يا لطيف. بعدين المهم ما ادري. المهم انا اجيب لك. كنا بسالك يا حسام. حسام ايش امنيتك ان تكون في المستقبل؟ قولوا امين. امين يا رب. غير انه الفوز هذه ما يبغى باذن الله تعالى. قولوا امين. امين يا رب. امين. ان كان فيها خير فيسرها له، وان كان فيها شر فصرفها عليه. احسنت احسنت. والله انا رايت رؤيه في المنام. يا سلام. طبعا انا كم رؤيه رايتها. روح للمشاهدين. كم رؤيه رايتها يعني والحمد لله تحققت كما فسرها المفسر مع عبد الاحلام. ف انه انا بتزوج الحمد لله تيسرت يا رب. رايت رؤيه في المنام. رايت الشيخ عبد الرحمن السديس. الرؤيه تقول ما بعد الرؤيه. خلينا نقول ما بعد الرؤيه. اي لا في الرؤيه. خلينا ما بعد الرؤيه. ما بعد. ما بعد الرؤيه تفسيرها. التفسير رؤيه ثانيه فسرها لي الشيخ انه ان شاء الله باذن الله راح يكون لك منصب يعني باذن الله كبير، اما امام حرم واما غير ذلك. فاتمنى ان الله يسر لي واكون من ائمه الحرم باذن الله يا رب. اذا خلونا نقول ان شاء الله. احنا في تاريخ كم؟ احنا 11 11 9 11 9 1436 من الهجره.
أمنية حسام الخياط أن يكون إماماً للحرم بإذن الله. نسأل الله. قولوا آمين. اللهم آمين. آمين آمين. قولوا آمين حتى الكنترول قولوا آمين. يعطيكم العافية. إذا هذه أمنيتك بإذن الله تعالى. طيب من خلال مسابقة التاج واختلاطك حسام ايش قاعد تسوي؟ قاعد تمرن. آه طيب خلاص خلاص أنا أتمرن من خلال احتكاكك بالمتسابقين. نعم اتمرن. خلينا نصوب عليك اشوف. لا 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 يا دي 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 الله في القلب فوق يا اخي شو بسم الله. اذا راح صوت واحد. طيب كنا نقول من خلال اختلاطك بالمتسابقين ماذا او اذكر لي ثلاث فوائد استفدت من خلال هذه المسابقه. والله من الفوائد استفدنا من الشيخ البهلول مثلا عن مخارج الحروف وعن المقامات هذه اول فائده. ثاني فائده من يعني كل المتسابقين من كل من خلال ما استفدنا من هذا الجو حتى يعني مو شرط في المسابقه استفدنا مثلا مثل التعاون حب التعاون بيننا يعني ما شاء الله يساعد هذا وادي والله منافسه يعني صح انها منافسه كيف قلت ترى نحب بعض المشاهدين بعض المشاهدين او بعض الناس نعم نقول نعم خلينا نتفائل في المشاهدين ايوه يقول هذا مو خويه اكيد كيف يعني ما في يعني مثلا انا يعني صعب اني بساعد خويي وفي النهايه انا منافس لا والله بالعكس انا رأيت قدام عيني انا جالس في الغرفه وما شاء الله قدامي في النهايه انا طبعا جروب واحد جميل فامامي احد المتسابقين مع متسابق اخر يعلمه احكام التلاوه وهنا النون الساكنه كذا يعلمه فما القصد مو انه لا ما اعلمك لازم افوز عليه وفي الاخير كلنا فايزين باذن الله. النقطه الثالثه فائده ثالثه الفائده الثالثه نعم الثالثه والله من ضمن الاشياء مثلا من اقوى الاشياء يعني ما شاء الله اغلب صلواتنا كل صلواتنا الحمد لله في اوقاتها مع الجماعه الحمد لله. يا سلام يا سلام الله يكتب لكم اللي فيه الخير. نسمع مشاركه اخيره ثم نبشرك بالبشاره. ما شاء الله المشاره دي اليوم مشاركه بشاره عندك مشاركه جاهزه في سماعه عندك هنا مشاركه اخيره عشان وقت البرنامج حساب بشاره تجيك هنا يعني ترى احنا مو برنامج مفتوح ترى عندنا ساعه مساكين غلاب. طيب انت قلت تبغى عن مكه وفكيت الجوال وسكيت الجوال وفكيته وسحبت علي. طيب يلا يلا يا اخي ترى اول مره واحد من مكه ولا يعطينا مجس وكذا ومثل ايش مشكله عريسنا فيصل طاح قلبي قاعد عريس وطالع فيني انا حتى أنا طاح قلبي أنا مو بعدين ذكر بحت يلا يا حسام جاهز إن شاء الله بإذن الله تعالى. خذ أنت زغرط معه ما أدري أنا خلني بالغ عاقل قاعد هنا. طب ما خليتنا نسلم على المشاهدين يلا. طيب يلا آخر حلقة يلا باقي لنا دقيقة بالضبط. طيب نختم بالسلام ولا نختم بالنشيد؟ طيب إحنا خلينا نختم مع المشاهدين وبعدين نقفل الحلقة على مشاركتك. أبشر مشاهدينا الكرام شكرا ونعتذر مرة أخرى عن عدم تواصل البرنامج معكم لكن متواصلين ونعيدكم ايضا نعيد نكرر نعيد ان كل الرسائل التي وصلت الى هذه البرنامج الى هذه الحلقه راح تدخل معنا على السحب على الجائزه في نهايه البرنامج وايضا راح نحاول نتصل فيكم بكره جائزه الألف ريال اللي اليوم راح ناجلها لبكره يعني بكره 2000 ريال ان شاء الله. نختم مع هذه المشاركه شكرا لك حسام الخياط وشكرا لك ابو سيف اليوم ابو سيف اليوم مروق انا مروق جدا عشان بعد شوي اصل بطلع ارسم ترسم طاقيه هذه خلتني يعني كذا بيكاسو تسحر والله ما بتروح اي انا برسم عشان تجيني فلوس عشان اروح اتسحر. حسام جاهز باذن الله. سمعنا مشاهدينا نختم بهذه المشاركه. إني بمكة مغرم أهواها ما أجمل الأيام تحت سماها فيها لقد ولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وهي التي ربيت فوق ثراها إن القلوب لغيرها لا تشتهي
كلا ولا تهوى النفوس سواها والروعة الكبرى برؤية كعبة